النهارده الظهر صاحي من النوم وقاعد كده في البلكونه وبشرب القهوه، وبعدين شويتين كده وبنتي حبيبتي عزيزتي لقيتها راجعه من المدرسه، فبدور وشي كده وبقول لها اهلا يا حبيبتي. لقيت وشها حد لعب في ملامحه، حد لعب في ملامحه رسمي، يعني بقعه سودا هنا وحته خضرا هنا وفي حاجب مرفوع واقف كده وعين حمراء خالص وعين زرقاء وحاجه اللي هي مش بنتي معرفهاش، اللي هي الفنكوش اللي كان قال لي عليه عادل امام. فطبعا لاول وهله جات لي صدمه عصبيه وقلت لها مين اللي فعكش وشك كده؟ دي خناقه ولا دي ولا لبستي في السبوره ولا حصل ايه؟ فبكل بساطه وابتسامه وكل براءه الاطفال في عينيها قامت بصالي كده وقالت لي بابا هابي هالوين. هابي هالوين، كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد الايه؟ الهالوين. والحقيقه انا ما اكدبش عليكم، يعني هتقولوا عليا متخلف بقى، تقولوا عليا رجعي، تقولوا عليا مش عارف ايه، قولوا اللي تقولوه، بس انا في النهايه شديت معاها شويه. ما اتخانقتش يعني، بس شديت. اللي هو ليه يا بابا كده؟ ما هو المدرسه كلها احتفلت. طب وانا مالي اذا كانت المدرسه كلها احتفلت؟ هو مين قال ان احنا بنعمل زي ما الناس كلها بيعملوا؟ قالت لي يا بابا طالما حاجه، خدوا بالكم بقى من المنطق، لان المنطق ده مهم، لانه هيبقى مفيد في كلامنا في حاجات كتير حتى في السياسه وفي الحياه العامه. قالت لي يا بابا طالما مش حرام ما نعملوش ليه؟ فقلت لها لا، انا ما جبت سيره الحرام، انا مش انا اللي بحلل وبحرم، ومحدش في الدنيا تديله ودنك يحلل ويحرم. الحلال والحرام له فقهاؤه وله اماكنه. دار الافتاء، الازهر، الجهات العلميه دي هي المنوطه بالافتاء والتحليل والتحريم، لكن لا انا ولا انت ولا اصحابك ولا اي حد ولا حتى شيخ بيدعي انه شيخ يحلل ويحرم. لكن انا ما جبت سيره الحلال والحرام يا حبيبتي، انا بكلمك على ليه نعمل كده طالما انا في رايي انه حاجه مش حلوه. يعني انت مثلا لو العيد ده او الفكره بتاعت العيد ده قائمه على ان انت مثلا بترسمي وشك رسم جميل يحلي وشك، بتعملي ميك اب كده مش عارف ايه شكله حلو، عامله شعرك بشكل لطيف يخليكي شكلك احلى، يخلي فيه هيئه كده لطيفه الواحد يفرح بيها، ماشي، مش هقول لا، اي حاجه تدعو الى الجمال اهلا وسهلا، لان الله جميل يحب الجمال. لكن ايه الفكره ان انا الخبط ملامح وشي وان انا اعمل شكل بذيء الهدف منه ارعاب الناس؟ قالت لي يا بابا ما هو انت مش عارف. قلت لها ايه بقى عرفيني؟ قالت لي ما هو عيد الهالوين هو عيد الرعب، عيد الهلع. قال انا من سذاجتي بقى في الاول فاهم ان هالوين دي حاجه تبع الحلوين البونبونين الحاجات كده، طلع هالوين يعني كده رعب وهلع وبتاع. فقالت لي ده عيد الرعب والهلع، فلازم اعمل وش وملامح تدعو للرعب، اللي يشوفني يترعب ويخاف مش ينبسط. قلت لها المدرسه كلهم لعبوا في ملامح خلقتهم بالمنظر ده؟ قالت لي اه، والمدرسين كمان. قلت لها والمدرسين دي خدتي من اللي تحت الحوض؟ فحاله عامه على راي برضو عادل امام في فيلم النوم في العسل، حاله عامه. هو انا سؤالي بقى هنا لحضراتكم، وانا اتعودت مع حضراتكم ان انا ما اقولش ان انا صح وما اقولش برضو ان انا غلط 100%، انا احتمال ابقى صح احتمال ابقى غلط، ونقوم بعض ونفيد بعض ونسمع لبعض. هو انا اللي صح ولا انا اللي متخلف؟ قولوا ما فيهاش حاجه، لو انا متخلف قولوا ما فيهاش حاجه، بلاش متخلف دي عشان تبان انها شتيمه. ولا انا اللي مش مودرن؟ ولا انا اللي مش اب تو ديت؟ ولا انا اللي مش فريش كده وود كده يعني؟ طب انت ايه؟ انت كأب في البيت ايه؟ انت كأب وكأم في البيت وضعكم ايه بالنسبه لي؟ موافقين على فكره الهالوين؟ شجعتوا ولادكم النهارده على ان هم يلبسوا لبس دراكولا ولا فامباير اللي هو مصاص الدماء ولا احدب نوتردام ولا الاشكال المريعه دي، وان هم يروحوا المدرسه بالمنظر ده؟ او لو الولاد ده انا ما كملتلكوش، ده انا اسف ما كملتلكوش، قوم ايه بقى بعد الليله دي كلها؟ قلت لها طب يا حبيبتي بعد ما خلصنا الشد وبتاع قلت لها بصي يعني انا ما بقولكيش حرام ولا عيب ولا كذا، بس بقول لك انه مش اي حاجه نعملها طالما ما فيهاش افاده ومش حاجه حلوه، دي حاجه وحشه بوظ خلقتنا وملامحنا، وبعدين دي حاجه ثقافه جايه غربيه من بره بيعملوها، انا مش عارف سببها ايه ولا هدف منها ايه، ومش فكره ان اي حد بيعمل حاجه فمنشين في البتاع زي القطيع، لان يعني انا فكره القطيع دي بتجنني، وانتوا عارفين ان مين اللي بيمشي زي القطيع يعني. فقلت لها مش اي حد يعمل اي حاجه نمشي فيها. لو انا مش مقتنع، ركزوا معايا، لو انا مش مقتنع باللي انا بعمله وحبه وعارف انه هيضيف لي مش هياخد مني، ما اعملوش حتى لو الدنيا كلها بتعمله. حتى لو الدنيا كلها بتعمله، لو انا مش مقتنع بيه ما بقاش اسمي بعمل زي اللي بيعمله الناس. والا بقى لما يبقى معظم الناس بيسرقوا اسرق زيهم، ولما حد يقول له بتسرق يقول لك ما معظم الناس بتسرق، لما معظم الناس تعمل كده. لا، الموضوع ملوش علاقه يعني بالحلال والحرام، بس القاعده الاجتماعيه هنا سنها لنا سيدنا علي بن ابي طالب. سيدنا علي بن ابي طالب يعني كان الراجل ده رحمه الله عليه كان الحكمه تمشي على قدمين، وسيدنا الرسول قال أنا مدينة الحكمة، قال على نفسه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. وعلي بابها، يعني اللي عايز يخش للحكمة يروح للباب بتاع الحكمة من عن طريق علي بن أبي طالب. قال إيه علي بن أبي طالب؟ قال لا أرتاد، أرتاد يعني لا أتجه أو آخذ أو أروح في السكة دي، لا أرتاد طريقا لكثرة سالكي، ولا أبعد عن طريق لقلة سالكي. يعني مش معنى ان الطريق ده زحمه ان انا امشي فيه، ما ممكن يبقى زحمه بس كلهم ماشيين غلط. ومش معنى ان الطريق ده فاضي ان انا ابعد عنه، ما هو ممكن يكون هو ده الصح بس الناس مش فاهمه. فلازم انا اللي اقرر انهي طريق اللي صح، بعد بغض النظر عن انه زحمه ولا فاضي. وصلت الفكره؟ فهي الفكره في كده. فبعد الحوار بقى ما قلتلاش طبعا علي بن ابي طالب كان خاطبتي قلمين على وشي، فقلت لها حبيبتي براحتك بس شوف انت عايزه ايه، بس انا مش محبذ وكذا. قالت لي طب يا بابا انا هخش اتغدى بقى عشان ارتاح شويه عشان بالليل عندنا الحفله. قلت لها اموري؟ قالت لي الحفله. قلت لها حفله؟ قالت لي حفله الهالوين. قلت لها امال ده كان ايه؟ قالت لي ده كان كده كنا بنهزر الصبح في المدرسه، لكن الحفله بالليل معموله عند صاحبتي مش عارف اسمها، مش عايز بقى اسيح لصاحبتها واهلها. صاحبتي عامله حفله النهارده عندها في البيت وبتاع، ومزينين البيت وجايبين ماسكات رعب وجايبين شجر حاطين عليه خفافيش ومش عارف ايه وحاجات حمراء وخضراء ومش عارف ايه ومزيكا رعب وبتاع، عامله الحفله بالليل فاحنا رايحين. ده قلت لها عند طنط فكيهه. عارفه طنط فكيهه؟ قالت لي ما اعرفهاش. قلت لها يوم ما تعرفيها اوعدك ان انت هتروحي. انا اخرك عندي الليله دي، انا كمان ناقص اودي البنت بالليل في حفله رعب، والله اعلم بقى بيتعمل فيها ايه. لا، فانا سؤالي انا حر بقى في بنتي، معلش يعني دي حريات شخصيه كده انا وبنتي. وبعدين على فكره هي الحمد لله اقتنعت، يعني اخر الحوار بتشيل لنا يا عم الصور اللي انت عملت حفله ايه بس، وانت يعني ما وديتش بنت الحفله هتجيب لنا انت الحفله. فالحمد لله البنت اقتنعت في نهايه الحوار، وانتم عارفين انا اسلوبي مقنع جدا جدا، وهي في الاخر اقتنعت بالادب وبالحسنى وباللياقه ومن غير اي تهديد ولا عقاب، وقاعده دلوقتي في منتهى السعاده في البيت، منتهى السعاده. سؤالي بقى لحضراتكم، هو انا اللي عملته ده صح ولا غلط؟ مش عارف. انا على فكره هنا برضو ما فيهاش حلال وحرام وعيب، هي فيها مدارس في التربيه. فانا بسالكم، وحتى الشباب اللي لسه ما اتجوزش وما خلفش، طبعا معظمه هيقول عليا غلطان وان انا قمعت البنت وفيها ايه لما اخلي البنت تنبسط بس انا قلت لكم وجهه نظري ان هي ننبسط. يعني لو قلت لي انا رايحه النهارده مع اصحابي في بيت صاحبتنا دي وقاعدين وهنتعشى ونقعد مع بعض وبتاع، ما تروح يا حبيبتي، ما بتروح كل ويك اند عند اصحابها واصحابها بيجوا لها وبيخرجوا يروحوا النادي او الكافيه، عادي. لكن فكره ان انا رايح احتفل بالهالوين ولازم البس اللبس بتاع الهالوين ولازم اشكل وشي واشخبط وشي بحاجه رعبيه بصراحه انا ما حبيتهاش، وما حبيتش ان بنتي تخش في الجو ده، علشان ما يبقاش دي طريقة حياة، ما يبقاش لايف ستايل. لايف ستايل حلو، لايف ستايل دي يا شباب، لايف ستايل. انتوا سامحين لاولادكم تعملوا كده؟ طب اذا كنتوا سامحين وانتوا مقتنعين، ولا سامحين عشان مش قادرين تقولوا لهم لا؟ فكروا واسالوا وقولوا لي. انا مش عارف، هي مش عارف، يعني ممكن انا اكون مزودها شويه. يعني طالما مش عيب ومش حرام ومش هيعملوا حاجه من الحاجات العيب او الحرام، في ناس تقول لك اي حاجه بعد كده مباح يعمل لهم عاوزين مدرسه. بس انا مدرستي انه لا، لازم في سنه كنترول، سنه كنترول، مش قمع ولا شده ولا يعني تنكيد في الحياه نكد طول الوقت، بس لازم في سنه كنترول، لانه زي ما احنا اتربينا انا بحاول اربي ولادنا، وممكن اكون غلط مش عارف، بس الاكيد ان انا مش بالع فكره الهالوين دي، مش بالعها، مش بالعها، خصوصا ان مفيش حاجه فيها تتبلع، ده كله رعب في دم والعينه بينه.